يشبه صوتها بصوت الإنسان. السرانجي واحدة من الآلات الموسيقية الكلاسيكية التي صمدت في باكستان منذ زمن المغول وحتى اليوم، لكنها تسلك طريقها نحو الاندثار. في واحد من ميادين مدينة لاهور يعلو صوت موسيقي مؤثر ينبع من هذه الآلة التي يعزف عليها صهيب حسن، الذي توارث هذه الموهبة عبر 7 أجيال من عائلته. अंडर टेक्निक है पूरी दुनिया में, इवन के जो मेरे सारंगी फेलोस पाकिस्तान में भी हैं वो 3 फिंगर टेक्निक से बजाते हैं, इंडेक्स, मिडल और रिंग फिंगर से। लेकिन ये स्पेशलिटी है अंबरसरी घराना की कि वो 4 फिंगर टेक्निक से सारंगी बजाते हैं। हमारे पास वर्सेस ऑफ मैनी स्टाइल ऑफ वेरिएशंस हैं फिंगरिंग। السرانجي حالها كحال معظم الآلات الموسيقية القديمة، تغيب تدريجيا عن الساحة الموسيقية بسبب صعوبة العزف عليها والتكلفة الباهظة لإصلاحها وضعف المردود المالي للعازفين عليها واتجاه الشباب للآلات الحديثة، لكن يظل صوتها آسرا للبعض من هواة العزف الشباب والأطفال. أنا هي دل کو چھو کے نکل جاتا ہے، یہ ماشاءاللہ اتنا پیارا ساز ہے تو اس کو بس دیکھ کے دل کرنے لگا کہ بجانا ہی بجانا، تو پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں بجانے والے سیکھنے والے، تو میں نے بھی اس میں حصہ لیا تو میں انشاءاللہ سیکھوں گا اور یہ دل کو چھو گیا میرا ساز، اس لیے میں نے شروع کیا تھا۔ شاركونا آراءكم، هل تعرفون آلة موسيقية قاربت على الاندثار